بسم الله الرحمن الرحيم. وتتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. وتنطلقوا من جديد يوم السبت، اليوم ديال المستملحات. أولا هاد المستملحات واش نلقاهم لكم ولفتهم لكم وحلت فيها، نقلب ونسول ونتفكر ونسول هذا ونسول هذا تتلقاهم واعري، غادي نجمعوا معهم ونطبوا فيهم. وفي رمضان ما نلقاهم نعاودوا لكم. ورمضان هو تيبغي المستملحات، تيبغي شويه ديال الجلسه والسهير وكذا وكذا. الله يدخل لنا بخير، الله يدخل لنا بخير. بكري بكري كنا مع والدينا، حنا ما تنصبوش وتنوضوا. انا شخصيا كان والدي تكرهونا نوضوا مع السحور، حيت الصباح غنمشيو للمدرسه تنبقاو نطلو من تحت الكشره وما يتصحوا، تقول لكم كش كاين مالك وتطرانا ناس يلا ناس يلا نوض تسحر، وغدا ان شاء الله عندك ما تصومش نوض تسحر يلا تندموك ركون. وانت تدير هذيك معك العيال، دير فيك الناس تدير في معاك بحال شاب بلا نكول. واحد النهار الله تنعاود لكم، هي الاولى فكرتها، واحد النهار قلت يلاه بديت نصوم مع 14 و13 عام والله اعلم، يلاه زعما غادي نصوم غادي نصوم. بقيت تنوض لهم مع السحور، عاد يبغيو يتسحروا تنسمع داك التقرقيب، كنت تنوض مع 3 الليل صح. راه مازال دابا الناس ولاو السحور تيبقاو سهرين حتى 12 وحده تيكونوا خطره وتينعسوا. هذاك كانت ولكن باقا في الناس البوادي، والناس اللي باقا عندهم باقا حتى في المدينه نعسوا تنوض تينعسوا وتينوضوا مع الثلاثه ولا مع الاربعه ولا مع الاربعه الليل مع داك الشيء تينوضوا معمشين مدوخين. معك تنوض انا واحد خواتاتي تنوضوا بغيو نتسحروا صحه، كانوا تيضربونا وتبقى يقول لنا تصوم ما تصوم. واحد بقى تيقول لي شوف راك انت راك كبرتي او 13 عام باقي عمرك ما صمتي تنهار. ما قلت صافي نصوم باش ندير مخاطره مع هذاك السحور، تتكون فيه داك زوين السحور، فيه داك العسل، فيه العسل داك الملوي وداك الرغيف ديال السحور كان تعجبنا. صباح تصايم واحد الصباح، واحد النهار صباح تصايم، مولك شي 13 عام 14 عام، واحد اختي، واحد المطوره ديال اختي، هاد السيمانه مشيت عندها كبر مني، كانت كبر مني، اش قالت لي؟ قالت لي اجي صمتي؟ قلت لها اه. قلت لها صايم غنشوف لسانك؟ قلت لها واه عندك نسالك بيض عندك تفطر، دير شي حاجه تفطرك، ما ديرش تقول لي واحد القضيه ما صحابنيش. قالت لي عزكم الله عندك تدخل المرحاض، اذا دخلتي راك فاطر. اواه قالت لي ايه ها انا وياها في الدار. عزلاتني يا خويا في ذاك النهار، عزلاتني امي ما كايناش، امي غاتجي حتى العشيه كانت كذا مشغوله. قالت لي عندك اري عرفتي ولدي الكل وانت تاكل الكل زعما، حيت ذاك النهار فاش بغيت قلت لهم انا غدا غنصوم غنط كليت، بقيت تنقول زعما ناكل بزاف باش دير لي النهار كامل. وانا انت بقيت جالس 10 11 12 والله خسرت وجهي، خاسر غير وجهي. قلت زيارت اخي بغيت تشوف فيها تقول لي عندك الملحد لا غتفطر. تقول لهم انا ما بقيتش تبقيت تقول لهم على انتم تكون صايم ما تدخلوش. شفت ذاك النهار الوالد دخل ولا امي دخلت، قلت احنا ندخلوا باش ندخل؟ لا ما كاين ذاك الشيء هذاك، باك خرا باش يتوضا باش يصلي، امي دخلت باش تتوضا تصلي عندك ديرها. وكان شاده فيا ذاك النهار واحد من جيراننا حتى هي قدها جوجو دابا جالس في الدار، وبقيت نزير وسط اخي الربعه الخمسه غنتفرقع عباد الله ويا تضو فيه، تنخرج قدام الزنقه نجلس مع الدراري وترجع وتنجلس مع الدراري حاضيه معايا عندك شرب الماء عندك، وتقول لي عندك تدخل المرحاض صاحبي المرحاض اللي خصك تدخلي مع الصباح ما دخلتش ليه. وتزيرت ويا تجي امي، جا امي قالت لي باقي صايم؟ قلت لها امي باقي صايم، وراه ما دخلتش المرحاض راه غنموت.
قلت لي كيفاش؟ تم ولا غنتفرقع والله ما تخط لي مرحاض باش نبقى صايم. قلت لي شكون قال لك هذيك؟ قالت لي ما تدخلش. قالت شد مشعرها قالت لها تصور مع الكوزين صغير. قالت لها اه. قالت لها اش قلتي لخوك انت على المرحاض؟ قلت لها نضحك معاه. قلت لها تضحكي معاه بغيت خوك يتفرقع على شي مصران بعض. قالت لي دخل انت المرحاض. عرفتي من دخلت المرحاض كنت نسخف. كنت غنسخف عرفتي النهار كله. مره مره تنفكر في هذيك الجنيه هذيك. ندخل الحديث ديالنا. أنا قيتهم لكم هنايا واحد الناس دينا واحد جوج تيكريسيو واحد شاب عادي والاخر زيزون ما تيهضرش زنزون ولا زيزون شي تيقول لي الزنزون شي يقول لي الزيزون ابكم شديناه معاه بون شدينا جبناهم بجوج تيكريسيو واحد شكابيهم قال لهم راه كريساوني مشينا جبناه حنا كنا اساسيين داك قلت في تيد كريساو الناس قالوا هما اللي تيجيو كريسيو جبناهم بجوج دخينا من جا الزيزون قدامه وهو هنا جالسين في لابيجي بجوج وهذاك خلينا مكتف ودخل تيهضر بيدو بزاف مع ديال المينوط هكا في يدو تيهضر بيدو بزاف تيهضر مكتف والزيزون قدامه تاهو مكتف يديهم قدامهم والاخر تيشرح تيقول لنا الشاف رانا ما سارق ما والو اه تنجلسو انا والزيزون تنكميو تما تنتكيفو هذوك دابا شافونا جالسين لما تكريسيو جاو لينا حنايا لا ما تكريسيوش ها هو الزيزون هذا مسكين زيزون ما تيدير حتى حاجه ضريف صاحبي ما تيسرق ما تيدير والو الزيزون ما تيسمعش الهضره تيدير فيها ولكن تيشوف يدو تيديرها تيشوف يدو تينعت ليه تقول والله العظيم ها هو سولو جيبوا شي واحد يهضر مع الزيازن انا تنفهم واش تيقول صاحبي هذا هذا ما تعرفش سرق على والو هذا السيد هذا راجل وانا راجل والزيزون شافو تينعت فيه بزاف ديك الهضره وذاك الزيزون اش صحابي صحابي تيقول برا هذا ماشي انا زيقول بيبا ورا تيصب الموس كان عندنا واحد السيد عيطنا عليه دوك تيشرحوا الهضره ديال ابكم ديال الزيازن عيطنا عليه جبناه قلنا له قول اش تيقول هذا قال لك تيقول لكم هضره تيجلسي بالموس قال بيبا هذا والاخر تيقول انا تندير شي حاجه ياك تكون غير جالسين تما قال بو شك داك الزيزو تيصحاب لي الاخر راه خدام تيكريتي تيشك تيغرقو وهو نتا هو بغى يهضر نكتو يقول هذا الموسى بيبي الله يستر هذا خلينا نشرح لنا قال لك اودي راه الزيزو انت ماذا والاخر تيقول الزيزو ما تيدير والو والاخر تيبعتي نعاد فيه تيصحابو تي هو تصيدو الاخر في الاخر تعرف من الزيزو قال لي منوريكم منوريكم كلشي اش دار واش درنا الاخر قال لك واه يا راه داكشي اللي قال الزيزو كاين واه سمعوا ليه واه سمعوا الزيزو اش تيقول واحد النهار واحد السيد جا عندنا راجل كبير جا عندنا دكريسه الكاسيدي دكريسيت واعطى لينا كريساني عندي هذا دار لي فلوسي وكذا وكذا وانا كندير زمان راجل كبير خرجوا معاه الدراري خرجوا معاه الدراري هو واحد الدري من البوليس ديالنا ما فيه ما يخدم قالت يقول لك راجل واش تعرفه وماشي تقول لينا تيكون كانت وتجبنا شي واحد واش عارفو؟ اه قال لي عارفو اسيدي راه مشى مع طريق السوق واحد طريق سوق اثنين من تما زادش الطريق واش تعرفو مزيان؟ قال لي ايه راه عنده بيكالا غادي بها وقال بدل مع بيكالا نتبعو ديك الطريق بقاو تابعينو تابعينو وداك الشيء باني تيشوف داك الشيء باني ويبان لي واحد الدري هذا البيكالا قال هو هو هذاك 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 اسيدي هو هو شدو داك الدري داك الدري مع وقفت عليه فالكونيت مسكين ترهب خاف ما تصحاب لي على البيكالا ما فيهاش الضو ولا ما عرفتش شي طلق البيكالا وهرب تبعوه البوليس شد يا ما تشد وتقول لهم داك الشيء باني واش قلت لكم هو اللي مشي هو تبعوه جابوه جابوه كان الظلمه جابوه طلعوا طلعوا البيكالا تقول اش درتي مع الدراري تقول والو تقول اسيدي راه هذا وكان معاه واحد اخر راه فلوسي تقاطعها الاخر تقول الاخر ما كان معايا حتى واحد انايا راه انا خفت منكم غير هربت وهذا هذا الشيء باني اسيدي انا راه بالله وبالشرع راه هذا سرقني راه داني مع صاحبه صاحبه ودخل دو في جيبي ودار ما دار اشد فيه بيكالا بيكالا هادي يا سيدي شدو داك الدري علمو السيد النيابه العامه قال لهم واحد كاين اش كاين قال ديروا تحت حراسه النظريه حتى تقدموا لينا سواء بالاعتراف سواء بالانكار داك السيد بات في الكوميساريه داك الدري داك الشيء باني قلنا لي غدا ان شاء الله تجي مع الصباح وجيب معك شي واحد مع عائلتك اللي انت راجل كبير شي يجيب حال مدنيه باش نديرو لك المحضر ديالك دينا معلومات اوليه ديالو لا غدا جا داك الشيباني مع العشره جاي مع واحد بنته هو يدخل داك الشيباني تيهضر في وسط البيرو
الدوليه وليدي شنو عندي الدوليه 12000 خشي يدو جيبي صاحب ولا اخر هذا هذا حرامي مول بيكال هذا اللي ذبحتي وك ما داش هذاك هو اللي دار لي ها دار لي ها دار لي هذا تعطي الاوصاف اش بنا داك خينا خينا دار بنكره حنا خدامين مع قولينا شكون صاحبك اللي كان معك قلنا شكون صاحبك اللي كان معك هذيك البريكاد كانت بريكاد توريستيك تدور في المدينه شو شو الدراري دخلوا واحد الجوج مجلسين واحد خينا شدوهم جلسوا واحد خينا وتبعوهم الناس كذا شدوهم جابوهم جابوهم واقص الشيبان يبقى يشوف دوك الجوج هو يقولنا الشاف واش الشاف مشي هذا مشي هذا قال لنا هادو هادو هما اللي جلساوني ايوا قلنا له هذا اللي قلت لنا بيت هنا في حبس لا لا مشي هو انا جاني بحال هذا هو استعاد تاكدت هو وهذوك اللي هما اللي جلساو والشيباني النهار الليل كله في الليل هو تيتاكد على هذاك وفي الصباح تاكد عليه وغادخلوا خرجوا جايبين وبقى يشوفوا في الشيباني يشوفوا الشاف راه ماشي هذا ماشي هذا راه صحاب زعما ساهله عندنا حنا ماشي هذا نطلقوه نجيبوه ولا مسكين هذاك مقدم حتى هو واخا لان بيت تحصل النظريه تقدم وهذوك الشفره تقدم وهذاك مقدم بالانكار ما سرقش الشيباني برأوا قال لي ماشي هو انا اللي ضحكتني في هذه وهذاك الشيباني بقى يشوف دخيتنا قال لي الشاف لا 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 ماشي هذا ماشي هذا وكنا كان قادنا ربع ايام كل مصيبه قلت ماشي هذا 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 حرام يا براس وهذا اللي مع هذا الجوج هذا هما اللي جريساون وفعلا جريساون واحد النهار واحد السبيلي تيبيع ويشري في غنم واحد البوحاطي تنعرفو انا اي واحد البوحاطي كيدير تنعرفو دوك اللي عندهم ديك الطابليه الزرقاء فيها الجياب هنا والجياب هنا تيهز واحد عكاز مدور هذوك تيتنفحوا بزاف دوك السبيبيه كان خرج غادي للسوق السوق ما عادش تيمشيو ليه مع 4 الصباح مع 3 الصباح تيركبوا باش يمشيو للسوق تيشيو البهيم لقى واحد الجزار حتى هو تيشري البهيم شي جوج قريساوه جوج قريساوه طايح في الزنقه طايح مشاو البوليس دري لا بيجي في الليل لقاو داك طايح شكون اللي ضربك ما ضربك هذاك الجزار تيقول تلقاو لي واحد الجوج واحد كحل هاكي يدير هاكي يدير واحد بيض هاش لابسين هاش لابسين هاش لابسين قميجه حمراء اخر عنده تريك ولا اخر عنده كذا وحطوا لي الموس الدوليه الفلوس باش نتسوق الدوليه كذا وهربوا دازوهم هنا ومشاو طريق السيبري واحد الغابه ومشاو بجوج وانا بقيت تنغوت وسخفت طحت وانا مريض وكذا 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 هاد الكزات تنقول لكم انا هاد السبيبي طاي تفرج داكشي اش دار فرقوا البوليس مشاو الناس والصباح هذاك بكري جا هو حدا واحد الباركينغ فين تيحطو داك البيكوب ديالو عنده بيكوب فين غيخدم باش غير يديماريها دار هاك هاك ما بان لي حد هو قطع داك الجيب ديال داك القميجة ديالو داك الكبوط ديالو قطع من هنا وبقى تيغوت واحد العساس اللي ديال الباركينغ واعتقني ابو شعيب واعتقني جا العساس تيجري مالك ها هو اللي جوج هراوني اخويا انت ورا ضربوني ارني المارما الاخر جاب لي الماء تيشرب تيكب على راسو تيشرب تيكب على الدوري شحال الدوري 6 مليون كي دايرين هادو واحد كحل واحد لابس جاكيطه خضراء والاخر لابس طربوش ازرق والاخر لابس كذا كذا عيطوا للبوليس البوليس كانوا مع هذاك ولاو جاو عند هذا مالك جلساوني واه كيفاش هادو هادو اللي قالوا جلساو هربوا لجهه الغابه هادو هرب هاد جي عليهم دار واحد الدوره كامله في ساوجون هنا ومارتا سيدي كي دايرين واحد سيدي لابس واحد جاكيطه حمرا وكحل تيقول نفس الاوصاف ديال داك اللي تكريسا اللي تيعاود داك الجزار اللي تيعاود نفس الاوصاف تماما شدوه داو لا بيرمانونس داو الجزار الاخر طنطو لهم بجوج تيقولوا هضره وحده كيف كيف داك اللي مشاو لي فلوس مي هاد الجزار الاخر هاد السبيبي مشات ليه 6 مليون وعلم واحد صاحبو قال مسالو عيطو عليه جا صاحبو اش تيقول تيقول اسيدي انا حنا بيو السبيبيه انا الربح جا عندي في العطيه 3 هو 3 باش غنبيعو نشريو غادي ب 6 مليون تنشريو البهايم تنشريو كذا نشريو كذا السبيبيه او تيقول الاخر تا الفلوس داو الكل تيقول داو لي المهم تي المهم تيضرب الاخر في خاطر وداوك 6 مليون كل هو داو عليا اش غندير داو عليا تا جا الاخر قص شدني من هنا الاخر طيح لي دار لي هكا الاخر دار لي هكا الاخر دار لي هكا وتنقول لهم صافي راه هذوك اللي جلسوا هذا جلسوا هذا ولكن ما عرفتش من الطياره هذو كانوا في واحد الجهه ولا واحد الجهه انا العجب هذا الشيء هذا حنا هذيك اللعبه ديال داك 6 مليون عاطي الاخر
وتقول أوصاف اللي تيعطي ذاك الجزائر تيعطيهم هو. قلنا لي هاجي انت ما كنتيش واقف مع دوك الناس اللي هذا فاش تجري ساب بلاصي اللي ما كانش. انا مشيت انا بسم الله من داري نسل الباركينغ نسيت الباركينغ من دارك. قال لي ايه ما تسيش على الطريق الطريق حدا البنك الشعبي فين تجريس هذا لا سيدي ما تسيش وتعطي الاوصاف دقه هاج داير هاج داير هاكي دين هاكي دين تصنتوا لي مهرة قولي سير تنعيطوا لك. دازت يومين تصيدوا دوك الجوج اللي جلسوا دوك الجزار تعرفوا عليهم دري جابوهم بجوج الكحل والاخر جابوهم لابيجي تيقول تيقولوا ايه جلسنا هاد الجزار الجزار من جابوه جلسنا وكنا تسيد مع النبي تاع علاقة جابوا داك السبيبي تا هو السبيبي من جا الاخر باقي لابسين حوايجهم ما شافش الجزار جابوا قالوا واش هما هادو قالوا هادو لا لا ماشي هما هادو قلنا ليه هادو هما اللي جلسوا الجزار هادو هما هاد الكحل هاد الجاكيطه وا سيدي لا كانوا هما راه هما واش متقل وانت كنتي تعرفو بوجههم وانت اش تقول وا سيدي اش غنقول لكم بحال كاين بحال كاين هذا دخلت تقول وا سيدي حنا تنجريسي وها جريسينا واحد المره وجريسينا درج وكنت عمرنا ما جريسيناك وثاني الا بغينا نجريسي وكنت انت فين تجريسيتي دوك حنا فين جريسينا لهاد تجي هربنا للغابه انا درناك جينا بالزربه القضيه فيها اينا الجزار السبيبي واش تهدو نجريسي وهادو جريسي وكولا تا بنتي هناك بحالنا شي واحد عاود لك القصه كلها ولا كنت حاضر تما اسي نعرف الشيطان نعرف الشيطان الله يرحم الوالدين انا فلوسي مشات انا تعريت السيد صاحبي تا هو ضاع الكوميسار من الطاوله طاحت لي واحد الفكره قال لي فين ساكن قال لي ساكن عندك شي فلوس في دارك واش شي بركه واش عندك شي فلوس حاطها في الدار فين تعطي فلوسك في البنك شحط في الدار ودير مصاريف باش نصرفوا على الدراري شحال تقريبا 30000 40000 تبقى في الدار وهذا ومتى تبغي تسوق هذوك ثلاثة من المجب تاعهم من البنكة وانت عيطوا له صاحبو الجزار اللي مشارك معاه هذاك السبب اللي مشارك معاه وانت منين شتي الفلوس؟ قال لي عندي يا سيدي فين تكون عندك؟ عندي في داري وانت قال لي عندي البنك وانت عندك البنك ما عنديش قال لي نمشي نقلبوا ذاك خينا اللي تكريسه مشاو مع بو السبيبي للدار ضربوا التقليبه هما يلقاو 6 مليون مجموعه فضرب حاطه في واحد القبل تما مرته ما ساق اخبار ادخلوا السلام معكم بوليس لا بوليس راجلك راه تكريسا وداو لي شي فلوس قالت اه ويلي فوقاش ما قالش للمراه دابا هو انت تكريسيتي داوك 6 مليون تقيتي عند البوليس ورجعتي لدارك ما قلتي لمرتك حتى حاجه والو وما قال المراه والو حيت المراه ما خبات 6 مليون شاف 6 مليون تهبطت ما بقاش تدخل مع ذاك الموضوع انا ما تسوقنا وصافي هي غلقات وجابوني للبوليس شكون اللي كريساك؟ قال لها الشفاره فوقاش قال لها باش والباح فاش كنت تسوق مشيت للسوق ولا تكريسيت تدخل سوق راسك تكريس تكريس وازين ما فوركش انا ما فباريش انا ما قال لكم والو ما قال لهم والو قلبوا الدوام لقوا 6 مليون ومال ذاك السبيبي هذاك الخريبيق هو غا شاف دخلنا تكريسا وصاحبو عطيه 3 مليون قال لي هذه الفرصه راه بغي نقول بصاحبي في 3 مليون وليت انا تكريسيت فلان تكريسا ولا ما تكريساش تكريسات انا تكريسا ومشى قال انا تكريسيت هما يجيبوا 6 مليون مدخلين ما تسلمش تديرنا هذاك ديال ديالي فوقاش تديرنا ديالي 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 فلوسي هذيك فلوسي اشوفو كان فلوسي هزوا الفلوس داو عيطوا لذاك السبيبي صاحبو قال له في سالك ايه هذه هي الفلوس وفين عطيتها عطيتها لي في دارو وفاش كان جامعة هذاك الميك عند هذاك السويك هذاك اللي عنده هو هذاك السويك السويك ديالو اي ديالو خشاو هنايا وانتم ودابا هذوك داو لك الفلوس بلاصك شفار الله يعمرهم دار لاكريسيو خداو لي 6 مليون قال هاك اخويا الصاك ديالك هذا خذو خاوي ما سرقوا الفلوس ما سرقوا السيكل وحاطين حنا غير الفلوس ويحصل احصل بقيت نقول قادر تنسالو 3 مليون انا تنسالو واش يعطيها ليا قلت هذه الفرصه الاخر تيقول انت تسالني انت قال لي تنساك 3 مليون واش تعطيها ليا وهذيك الطريقه باش ناخذ فلوسي اباك سبيبي ولا غادي للحبس وشيه كاذبه غادي مع دوك اللي سارقين تبصح سرق داك الجزار وغادي داخل معاهم غادي الحبس قلت يا حبيبي اش غيديروا لك هذوك جوج الصفارات تهمتيهم في الحبس غنمشي معاهم الحبس وانت تهمهم وغادي داخل معاهم الحبس ما سرقوا لك ما داوش عطاهم مسكين شي 6 شهور الحبس تاعو هذوك عطاهم 4 سنين حيت كحلينا وهذاك عطاو 6 شهور الحبس دوزك حلا مع دوك حد نهار دي عاود لي واحد الكارديان قال لك مع دوك الصفار دوزك حلا كنا نقول كذاب انا عطيه الله حنا جالسين كذاب
عندك الزهرة وعندك السبابية ولا كله معروف كاع السبابية او حد مخلوط هذاك حد مخلوط كان غيدير راجل 3 مليون ديالو هذاك شوف افكار كي دايره هذه هي الزوينه انا تنحيي الناس ديال سوس بريمير ما باش يكونوا صحاب بعضكم صح تنحيي سواسه والله العظيم سواسه صحابي وعندي واحد صاحبي واحد السوسي هذاك ما تيفرقني شيء ابراهيم بار عرفت عليه بالقصيري باقي صاحبي دابا سوسي وديما تنصرنا وعندي سواسه في قنيطره صحابي بزاف ديال سواسه صحابي تنقص معاهم وتنجادلو تيقول لي العروبي تنقول لهم السوسي العروبي هكذا 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 وهذه غادي نعاودها وانا ماشي باش نتهكم على شي حد ونتهكم على شي اقليه في المغرب والله الا حاشا ولكن في سياق القلم وفي سياق الكلام وسياق الكلام وفي الحديث قد عودوا بحال الاصدقاء نعاودها في شي دار واحد سيد خدام حدانا بلا ما نقول سميتو مش ملحقتش عليه خدام حدانا سوسي خدام حدانا خدام رجل تعرفوا الناس خدام العمرادة واحد نسيبو جا من البلاد من سوس جا من سوس سوسي مسكين دوك اللي متقي الله ما تعرف لا هادي لا هاديك هذاك التخربيق ديال المدينة ما تعرفوش هيك من سوس تعرف الصلاة في البلاد كذا كبر دار تقريبا واحد 30 عام ما جابش الله العمل تما هبط كما تهبطوا كاع الناس ديال سوس يهبطوا يخبطوا في المدينة هما في التجارة في كذا هما الحمد لله هما اللي الدعائم ديال التجارة في المغرب الناس ديال سوس ماشي غير بوحدهم كاين الناس ديال الريف كاين الناس الشمال كاين ولكن هما حتى نعرفوهم تيعطيو للتجارة وناجحين في التجارة ومعاونين البلاد في التجارة وناس نتقي الله وسواساك تتعرفوهم ما تيبغيوش المشاكل ديال المخزن او الدعاو او كذا او كذا وهادشي تنحييهم هذا المنبر تنحييهم عندهم ولادهم مربين 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 والمغاربه كلهم مربين ولكن وليداتهم مربين تيعاونوا والديهم والله يصلحهم ويصلح جميع المغاربه اخوان ديال سوس الحمد لله رئيس الحكومه عندنا سوسي سبونا كشطو اللهم لك الحمد هذاك اللي جا من البلاد هذاك ولد عمو اللي كنت مخدم حدانا عنده بيكالا والاخر مجمع البلاد جا عادي مسكين تنسلم عليه انا كيبقى من جاكا كدا ندوز تنقول لي السلام عليكم بعد مسافة الى اذا شويه صاحب قدر عرفني بوليسي هذه تولي تنا الوقت الحمد لله طبعا كيف صاحب قدر طبعا فيك تنقول ولد عمو هذاك قال دبر لي على شي بريكون قلت انا اللي بان لي شي بريكون دبرك عليه حنا ولد عمو قال لي قال لي تيموت على البيكالا بغا يتعلم البيكالا داك ولد عمو مبرمج تاخذ لي بيكالا تمشي واحد الزنقه حدا الخاوي تيبقى يدير وانا بغا تحفظ ليه البيكالا ديك الشكليت ما بغاش تحفظ ليه بعد ما تشدو ولد ولد عمو تشدو من الله تيبقى غادي به هو تيبيض 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 ما بغاش يتحفظ ليه ومده هو تيتعلم كيما تقول واش باش تعلم لا لا وليت شويه غير الدوره ما تندورش باش تنشوفو بعض المرات تيكون ليل تيتريني تيبقى غادي بيكالا وكيما تيجي شي دورة تينزل وتيقاد مع الزنقة تيفيض تيفيض تيدور تيوقفها تيدور تينزل وقال لي انا ما بغاش تحفظ لي الدورة فيها تنتقلب قلت له حاول قال لي وقتاش اش غادير شريت بيكالا وبقى غادي بهذ الطريقة هذي بقى غادي تبيضر ومتجي الدورة نزل قاد بيكالا وركب هاداك الشي اللي تعلم واحد الوقت بقى تيتقول تقول بيكالا وليت تنشوفو تيبيضر تينزل دايت ولا تسقى داغر يتنا وشي دابا تقول اطلق يدك تقول او اطلق يدي واحد النهار مسكين تصار على بيكالا تصار وديك بيكالا مهرشة ماشي شي بيكالا زعما عندها فران غير ديال القدام الله اعلم ولا انا قال غادي يمشي حتى للبحر بالبيكالا شوف تصار فين وصلاتو مشى حتى البحر حنا عندنا البحر هنا مهدية فيها واحد لابونت كبيرة بواحد الجهة اللي جديدة دارو واحد الطرف جديدة فواحد لابونت هابطة واحد عقبة هابطة داز الخلق هذيك العقبة هو يهبط مع العقبة هبط وجرات فيه البيكالا فلانة واحد فلانة هو تخبط في داك الجرف طاح طاح واحد طاح دوف 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 الناس قالوا مات عرفتي باش هبطوا ليه طلعوه طلعوه داو للسبيطار دك دك ترس مهديت تسمعتي ترس برجلو ترسي واحد ضلع اتبربد راه صوطا بالجف صوطا طلعت مشيت عندك بحال الجيران مشينا عنده مسكين تشوفوه في السبيطار دير ليه الكبسه دير واحد يده دير رجلوها دير راسوها تيهضر غير هكا صرت عليه السلام عليكم السلام ياك كيفاش تيهض بك انا تخرجت عليك غير بغيتي تتعلم ليها ايوا واش ما كاتب الله ايوا ما كاتب الله كيف بقى لك اكيديها انا تنقلدو شويه وتضحك مع صحابي متى بغيت نجبدو دابا راه ولا لاباس وجدو
انا غادي مع هذيك الحضره هكا هكا غادي حتى وليت الوقت اللي كان بيضر هي تتزيد بزاف. اصحابي زعما التبيضر ديالو ولا صرعه ولا العقبه تتزيد بزاف واخا تنوقف البيضره تبقى غدا بزاف. ايوا وبقات غدا 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 انا تنجبد هذيك الحرام ديالك الفران هذاك تنجبدو هذاك الفران والو وهذاك الفران الاخر جديد الفران هو ديال اللي قدام ابجد ضربت في التروطوار حتى تطيح حدا ديك الحجره الاخر ديك الحجره تتقلب حتى تنجف في الداخل في ديك الحفره هذيك وماك ما فرانيتي ماك ما فرانيتي افرانيت افرانيت فات برجلي جا فرانيت هي تتنجي انا ركبت في البيكالا تاع بقى هذا ماشي ما عمري ما ركبت هذه الماركه هذه ما بغاتش تحبس كاع تصاب كل شيء ماركه تتحبس هذه الماركه ما بغات تحبس ودي عبد القادر ها وقت هابط 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 تنقول انا خصو نفراني تندير جي هكا والو سي عبد القادر ويا خطا تقول لي ما تبيضرش تقول لي اما تبيضر حتى حاجه ما نبيضر انا ما نبيضر انا بقيت غير راكب بقيت راكب وصافي ولكن انا قلت نبقى راكب حتى توقف اما بغات توقف هي مشات دازت هكا التروطوار هكا هكا حتى لقيت حتى ضربت هذيك الاحرام ديال التروطوار حتى تنقز وتابعني هي ضربني بغيتها من البيكاره هي دارت كل شيء هو ما دار والو ما عندها الفران ما عندها الفران انا درت هكا الفران هكا والو درت ندور هكا ندور زعما باش نحكم على التروطوار والو وهي هابطه وديك العقبه والو انا بالطونبيته تدخل عليك العقبه ونقز مسكين تهز في الجهه واش داروك دابا واش دارولك دارك القبس كل ساعة يقولوا مدعمي سيزيد القبس سيزيد القبس ايوا قلت له كون جبتي الخنشة كبيرة ديال القبس حسن كاع انت الاخر تيجيب القبس تيجيب لي بغي كيلو مال القبس ما عندك باراميديكال عاوتا شي جبد قال لك كل ساعة سيجيب القبس تيجيب القبس كون جاب الخنشة كبيرة كاع ديال القبس حسن كاع هما داروا هنا وداروا هنا داروا رجلين داروا قال لك دابا خاصو الحديد قال لك هذيك الرجلين خاصو الحديد الحديد ديال البيكالا الحديد ديال البيكالا غيديروه هذا ماشي البيكالا ما بقاش عامل البيكالا هذا ماشي البيكالا الحديد ديال السبيطار غادي نديرو ليه والله قبل لينا شويه ساعدناه ودار دوك ديك العمليه مسكين كاع ديك السيد والتي تلقى حتى ولا شويه لاباس كاس قدام دارو تنقول ليه خصك شي موتور دابا انا خصني الموتور ما خصني البيكالا ما خصني شي الانسان يمشي على رجلو هاني لك في الطاكسي عندنا البيكالا هذيك البيكالا مكرفس شي البيكالا عندك تبقى سي عبد القادر تركب في البيكالا لا 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 مصيبه وهي في العقبه زاد بوحدو انا نفراني هكا هو يجري بيا ندير رجليا ندير هكا لا 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 بيكالا مابقاش تيدور البيكالا مابقاش تيحمل البيكالا ويدور هذا راه شافها الله وراه صحيبي وتنسلم عليه وتنحييه من هذا المنبر هذا راه يقول لي اش قلتي عليا واش قلتي عليا نقول لي قدك مع البيكالا واحد عرفتي اليوم انا الله اعلم كحلتها مع سواسه فين ما خرجت لي ليها لها اصحابي وتنبغيهم عزاز عليا واحد السوسي كان مجاور معنا وداك السوسي تزوج واحد البنت بنت الحومه ماشي سوسيه وسواسه قليل فاش يتزوجوا شي وحدين ماشي سوسيه زوجات زوج سوسيات ما لا تزوج ديالنا حنا قليل قليل هذاك تزوج واحد البنت حومتنا سوسيه هو معقول معقول كان تعرف با وتزوج بها واحد المره كانوا عندنا دوك عيساوة واحد المره تما تتحضر جابت عيساوة تحضروا فواحد الدار حتى نتفرجوا انا جالسين تنتفرجوا وهذيك مرتو دخلات نسات تتفرج شو شويه بحال طاحت بقات تدير شعرها تدير شعرها ها وتضرب دكز دكز وتدير شعرها شي واحد شغل عليه هو يجي وما تعرف شو هو الحضره ولا تيك مرتو تتحضر هو يجي هو يشوفها طلع عليها مشى لدارو هو يجي واحد العصا ديال الشطابه هو يدخل بلاتي ضح مودي بلاتي اسمح لي هذاك الغياط حبسه الغياط حبس ما يحبسه غياط طيط حبسه هو يشد مرتو ويعطيها الطراح وكيقول للناس حشومه تيقول سير بعد مني ياك تحضرتو كان ياك تحضرتو كان ايوا
ولا باس ياك الهضره بغينا الهضره زيدوا زيدوا الموك زيد زيد تنطبوا سي علي رحمه سبعه مني سبعه ياك تهضرت تهضر زعما واش تهضري ياك تهضرتو كان ياك تهضر فين هو الجن فين هو الجن اللي تهضر عليه فين هو قول لي خرج عندي باف تيحطيها قول هو الجن يخرج عندي قال لي الناس راه تكون مسكونه ياك مسكونه ايوا المسكونه انا بغيتها تكون مسكونه يلاه نشوفوا سيدي راه ماشي الخطره يكون شي جن ياك كاين الجن احنا غنشوفوا الجن دخل معايا الدار غادي بها الدار عيطي طلبوها لها طق مني انا خصني اليوم نشوف هذه المسكونه ونشوف هذا الجن هذا كله دابا يخرج عندي الجن يخرج هذه المسكونه تهضرتو كان ياك تهضرت يتهضر يضربك الكمان جا الاخر بالغيطه طوط طوط الغيطه وانت تتهضر خرج من هذاك الجن مع عمر ديك المره ولا تذكر الهضره هي حتى هي ما عرفت بالها دخلت معاهم تما ما عرفت تبين راسها مسكونه ولا ما عرفت حيت هو غا بدا في غادر ضربها بالعصا وقفت هنا حاضرين ماشي زعما ضربها وبقات تتهضر ما داتهاش بالعصا ولا طبقت اي كذا زيدي زيدي تهضر قدامي الله يهديكم ويصبحكم على خير تنشكركم تنشكركم ولينا مباركة مسعودة وإن شاء الله مازال أمام قدامنا مازال نضحكوا مستملحات ديال نهار السبت ونطلب الله غير القوام حيت نقلب عليهم واعرين 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.